أولهم الولد اللي قال أخيرا هدنة. حرام. طيب خلينا بالترتيب، في أم فقدت وعيها أول ما أخدت بنتها في حضنها وكأنها شفتها. ما كانتش مصدقة إن اليوم ده هيجي تاني. هو ده الفيديو هذا اللي معانا. المشهد انا عايزه اقول لكم بس الغريب والملفت للنظر، ويمكن كل العالم بيتكلم، هو الاعمار بتاعت الاسرى اللي تم الافراج عنهم. الشباب دول او بنوته دي تقريبا ما تعداش اعتقلوا عمرها هم ست 18 سنه، سنين 19 مثلا، سنه. 7 سنين، يعني عمرهم احلى سنين عمرهم راحت في السجن وفي الاسر. يعني كمان فيديو الافراج عن الطفل الفلسطيني الاسير اللي هو اياس الخطيب، ده كان عنده يعني هو دلوقتي عنده 15 او 16 تخيلي سنه، يعني بصي اهو عامل ازاي؟ يعني كانوا حابسينه يعني هو ده عنده عنده كام 15 سنه. سنة، يعني هم أخدوه عنده 5 سنين. اللي مستوقفني إن إسرائيل الحمد لله، يعني الاحتلال الصهيوني بجد بسبب حتى الأفلام دي والمناظر دي والأعمار بتاعت الأسرى اللي بيتم الإفراج عنهم قلب الدنيا بره. ليه؟ لأن هم بيقارنوا إنه الأطفال دي ده 15 سنة، يعني هو اتاخد أسير وهو عنده كام سنة؟ 5 سنين؟ ثمان تقريبا سنين خمس سنين ليه؟ عمل ايه؟ هل هو ارهابي؟ يعني كل اللي بيطلعوهم من السجون وكل اللي بيتم الافراج عنهم كأسرى، الصحافه العالميه والعالم بره بيقول ايه ده؟ هم دول اتاخدوا ليه في المقام الاول؟ هل هو علشان خاطر حماس؟ لا، الموضوع مش حماس، ده تنكيل بالشعب الفلسطيني. الأسرى دول اتاخدوا وقت ما اتاخدوا علشان خاطر ينكدوا على الشعب الفلسطيني، بدليل ان هم نزلوا تعليمات عدم توزيع البونبوني والحلويات، عدم كانوا عايزين الاحتفال. عدم الاحتفال وضرب النار ايه والزخاريف، ده؟ ورغم كده اهالي غزة عملوا العكس طبعا. تمام. واهالي غزة رجعوا، في مجموعة كبيرة جدا رجعوا الشمال عن في بيوتهم، والصور بتقول كده كمان. من ضمن الصور الجميلة المؤثرة اللي فيها رسائل كتيرة جدا واللي كل الناس شافتها امبارح، ملك سليمان من بيت صفصافة جنوب القدس. ليه؟ لأن هي اتصورت مع قطعة بيتزا زي ما احنا شايفينها كده كأول وجبة تتناولها بعد إطلاق سراحها من سجون الاحتلال، 8 سنين من الحبس. ما دي يعني دي اتحبست وهي عندها كام سنة؟ 18 تسع سنة، دي سنين 18 سنة. مثلا، عشر وليه؟ سنين عملت ثمان ايه؟ سنين بتقول لك ان هي كانت رايحه السوبر ماركت، يعني البنت دي وفيها ليها فوتج وهم بيضربوها، كانت رايحه تشتري حاجه، ولا هي ليها علاقه بحماس ولا ليها هي علاقه باي اعمال ارهاب. البنت رايحه تشتري حاجه. حقيقي حقيقي اكتر حاجه ظهرت وحشيه الكيان ووحشيه الاحتلال الصهيوني. بجد هم كانوا عايشين الوهم اللي احنا كنا عارفين حقيقته، على فكره احنا كوطن كشرق اوسط عارفين ان دول مدعيين، لكن الجميل ان العالم كله دلوقتي بقى عارف ان هؤلاء الاشخاص اشخاص مدعيه، ما تعرفش حاجه عن حقوق الانسان، ما تعرفش حاجه عن حقوق الطفل، ناس كل تفكيرهم بوحشيه وبقتل وهمجيه وعدم احترام ان دول اطفال، اطفال كل اللي طلعوا من السجون على كل اطفال. حال هم لا يصنفوا ناس ولا يصنفوا كائنات ولا يصنفوا اي شيء من مخلوقات الله، يصنفوا اي شيء تاني من اعداء اللي ربنا خلقهم، اعداء للانسان. يعني حتى الشياطين ممكن يبقى عندهم اي شيء مختلف عنهم اقل في القسوة، بدليل ان هم هدموا بيوت ربنا. من ضمن المشاهد اللي كانت مؤثرة جدا امبارح الجمعة للفلسطينيين وهم بيصلوا الجمعة، ركام مسجد اهو زي ما احنا شايفين تحول لركام لان هؤلاء الشياطين ضربوهم. فان انت ازاي يعني الصمود، ايه الصمود، الوحشيه دي؟ لا مش بس الوحشيه، الصمود. الناس دي قاعده في حطام المسجد اللي اتضرب ومع ذلك هم مصممين انهم يصلوا فيه، مش مصممين انهم فارق يقولوا مفيش معاهم حاجه بيوت هتكسرهم. اتدمرت، بيقولوا للعالم كله حياتنا هنا وهنكملها هنا مهما كان حلها، حتى بيوتهم رجعوا لها بعد القصف. طب عارفه يا سوير، في اكتر من 150 عالق
كانوا على معبر رفح، النهارده دخلوا صمموا ان هم يسيبوا رفح ويخشوا غزه علشان خاطر اهاليهم.